بدأت الغنوة وانا عندي 7 سنين. يعني كانت في حفلة في المدرسة وكده، ف يعني طلعت غنيت أغنية يعني لعيد الأم وكده. فماما كانت هناك حضرت الحفلة دي فعجبها صوتي وكده، ف اشتغلت على نفسي كتير لحد ما قابلت المستر إيهاب مبروك وكده. ف يعني اتمرنت على نفسي لحد ما وصلت اللي أنا فيه دلوقتي. أنا قدمت كتير قوي عشان أوصل للمرحلة اللي أنا وصلتها دي، يعني هي أصلا يعني مستحيل ممكن أي حد يقف على المسرح زي ده، وأنا مازالتش أصلا مفيش حد لفلي. في خطوات كتيرة قوي عملتها عشان أقدم في زفويز، فمستر إسلام جاد وكده هو اللي قدم لي في البرنامج وكده، ويساعدني كتير قوي اللي أنا أقدم في البرنامج، لأن ده كان حلمي بجد اللي أنا أوصل للبرنامج وأوصل للمسرح ده. هو اليوم أصلا بيبقى مرعب جدا، لأن أنا محضرة الأغنية في بالي اللي أنا هطلع أغنيها قدام الجمهور ده كله، وعلى مسرح، المسرح كبير قوي. يعني بجد هو المسرح ليه رهبة، رهبة كبيرة قوي بجد. فأنا لما كنت واقفة على المسرح وغنيت وكده، فيعني أنا كنت اتوترت بعد اللي أنا كل ما بقرب اللي أنا خلص الأغنية كده اتوتر جدا. لا أنا عايزة الأغنية تطول كمان شوية، لا لا خليها تطول، أنا بتأخر على قد ما بقدر إن أنا أطول في الأغنية، فما حصلش نصيب اللي أنا. أنا بجد يعني أنا كان نفسي 3 يلفولي، كان شعور يعني وحش قوي بجد، يعني كانش يعني شعور مش حلو. أنا زعلت جدا وحزنت جدا إن مفيش حد لفلي. أنا بشكرهم جدا لأن لو كان في حد من التلاتة لفلي وكده لكن زمان وصلت اللي انا فيه دلوقتي. فدي حاجه اثرت عليا وفقدت النطق لمده اسبوع، كنت دايما بقعد لوحدي بفتكر اللي حصل معايا. انا غنيت كويس، انا ما كنتش فاكره اصلا ان انا فكرت ان انا لو مدربين ما حدش لفيل انا غنيت وحش. فلما سمعت الحلقه وكده لقيت ان انا غنيت كويس جدا. انا بشكر الناس اللي شجعتني يعني، والفيديو بتاعي خد اعلى نسبه مشاهده، فدي حاجه فرحتني جدا. هي اكتر جمله فرحتني جدا ان هما اول ما لفوا الكراسي قالوا احنا خسرناك الكراسي اللي خسرتيه. انا بجد يعني كان نفسي اللي انا اقابل الفنان الكبير تامر حسني، وكان نفسي اللي انا اغني معاه، فهو وعدني بده. الكبير محمد رحيم، فدي اكتر حاجه فرحتني ان هو اتصل بيا وعمل فيديو كده ان هو هيلحن لي اغاني وكده وهيعمل لي اغاني، فدي حاجه فرحتني جدا. اتصلوا بيه من هناك وقال له احنا تمام وزي الفل ومقعدنا في فندق والعمليه 100 100. فبعد كده طبعا كانوا بيعملوا بروفات هناك مستمر مع الاستاذ محمد ابو الخير ومع الناس الموجودين. طبعا لما يوم اتصلوا بيا قالوا ده هايدي. انا بالنسبه لي لما بنتي جت سافرت من هنا انا عندي احساس، لان انا شايف بنت وعارف الحمد لله. حتى كل اللي راحت اتمرنت معاهم وصفوها بان بسم الله ما شاء الله هي صوت الجبلي. طبعا يعني توقعي ان هايدي مش الكراسي اللي هتلف لها، البرنامج بحاول الف لها. يوم البرنامج ما اتذاع هايدي كانت في ارتباك غريب، مرتبكه جدا لدرجه ان ما كانتش عايزه تسمع معانا الفقره. قلت لها بس هدناها وقعدت معانا وبتاع، سمعت الفقره حسينا ان هايدي تعبانه جدا، تعبت جامد مننا. هو ربنا اللي استرها الحمد لله يعني. انا بنقول لهم من الاول هم فنانين عظماء كبار. بنقول لهم من برضو انا بنشكر ربنا ان انتم ما لفتوش، لان انت لو لفيته كانت هايدي هتخش وهتنجح وخدت ذا فويس حتى لو خدته وخلاص.